في اي بلد كان الدول زيت امريكان كتكون واحد الوكاله خاصه بالنسبه كتبع تكون تقنين هذا الشيء ضروري تقنين التراسابيليتي وكل شيء وهذه مهمه باش حيت انه مشروع مهم وفي بزاف ديال 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 الزوايا منهم انه باش يكونش هذاك الشيء الايليغال اللي ماشي مشروع ونبقاو الكوتي ليغال يكون متبع مزيان ونعطيو هذاك الشيء مقند بحاجه التقنين مهم لان فيه قوانين وفي الماده كما كتعرفوا ما تيرش ما تكون طالعه قل مسافر ثلاثه وعاوتاني انت من ناحيه الكاليتي ديالو تكون المراقبه ديال المنتوج واش منتوج مزيان ومشي منتوج فيه بعض الحاجات اللي مضره ولا لا اذا راه بحال الادويه اذا سوغ تكون واحد التقنين مهم وهذا الشيء ما يكون الا بعد الوكاله تكون. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.